غادي تصبني الابيض مع الالوان بلا ما يخرج في بعضياتهم ويطلقوا الالوان. حيله رائعه جدا. عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم في تمام الصحه والعافيه. اليوم غنشارك معكم مجموعه من التدابير الخاصه بصبي الملابس وكذلك بالتعطير. فاذا كنتم اول مره كتشاهدوا القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم، واذا كنتم متتبعين اوفياء كنشكركم على حسن المتابعه. كتعرفوا الطبعه ديال الزيت من اصعب الطبايع، يعني بعض المرات لما تعالجت بطريقه صحيحه ممكن انها معمرها ما تحيد. فالخطا اللي ما خصكمش ديروه الا كانت عندكم شي حاجه ديال الملابس فيها طبعه الزيت، ما ديروهاش مباشره في الغساله، فكما كنقولوا ديك الطبعه كتموت فيها وما كتحيدش نهائيا. ضروري ما تعالجوها قبل. بالنسبه للطبعه ديال الزيت، احسن حاجه اللي كتحيدها هو الصابون ديال الحجره. صابون الحجره فعال بزاف بزاف ديال الطبايع، ماشي غير الزيت، ولكن ضروري تطبقوه بهذه الطريقه اللي غادي نشارك معكم. هنايا غادي نفزق الصابونه بشويه الماء، غادي ناخذها وغادي نفرك بها هاد البلاصه هادي، نفركها مزيان مزيان بالصابون كما كتشوفوا بحال هكا، يعني تفرك مزيان. وغادي نخليها حتى تنشف، يعني ما غاديش نصبن السروال، غادي نخليه ليله كامله حتى الصباح حتى كتنشف الطبعه تماما. وديك الساعات عاد كنديرو في الغساله يتصبن عادي مع الحوايج، فمني كيخرج السروال ما كتبقاش فيه نهائيا الطبعه ديال الزيت. غادي نشارك معكم التجربه مني غادي ينشف السروال، وغادي تشوفوا معايا كيفاش الطبعه ديال الزيت كتحيد. انا عندي واحد الطبعه واحده اخرى كاينه في جهه اخرى، هي الطبعه. غادي نعاود نفزق. هاد الطريقه كتبقى هي اسهل وانجع طريقه للطبايع ديال الزيت، ولكن خصهم يكونوا طبايع اللي هما جداد، ماشي تصبنوا وعاودوا تصبنوا شحال من مره فما غاديش يزولوا الا كانوا سبق لهم يعني صبنوا. صافي غادي نخلي دابا السروال حتى ينشف تماما، ينشفوا هاد الطبايع تماما. صافي خليت هذاك السروال حتى نشف تماما، نشفت هذيك الطبعه ديال الصابون اللي فركتها بالصابون، وغادي نخليها جانبا. من بعد غادي نديرو في الغساله ديال الملابس. بالنسبه للمنطات، دائما ملي كنجبدوهم كتكون فيهم واحد الريحه اللي شويه خايبه، خصوصا لما كنتوش درتو معاهم شي حاجه في التخزين، يا اما زيوت عطريه يا اما الخزامه، فاكيد غادي تكون فيهم واحد الريحه اللي خايبه بزاف. فغنقترح عليكم واحد المعطر اللي رائع جدا. بالنسبه لهذا المعطر هذا غادي نحتاجو ليه بخاخ، درت فيه شويه ديال الماء كما كتشوفوا. غادي نحتاج جوج ديال المكونات، بيكربونات الصودا والملين ديال الملابس اولا المعطر ديال الملابس. اي نوع اي ريحه كتفضلوا ممكن تستعملوها، انا كنستعمل هذا صراحه وعارف بزاف بزاف الناس اللي كيتقدموا به ما غيكونوا كيعرفوه. غادي ندير هنايا واحد الكميه ديال البيكربونات، تقريبا واحد الملعقه صغيره في جوج الكيسان ديال الماء. البيكربونات معروفه انها كتمتص الروائح اللي كتكون يعني الروائح اللي ما مزياناش. صافي غادي نديرو واحد الغلاقه ديال هذا الملين هذا او لهذا المعطر هذا ديال الملابس كافيه، نخلط مزيان. صافي والمعطر صبح واجد، واحد الريحه فيه ما نقولش لكم واعره، راكم عارفين هاد المعطرات تيكونوا فيهم ريحه زوينه هاد الملينات ديال الملابس. صافي وغادي نستعمله. غادي نشرب هاد المنطه هادي في الطبله باش هكدا نرشها كامله. ملي رشيتها كامله من الافضل انكم يعني تنشروها في الشمس حتى تنشف، لانه كيكون فيها داك النده ديال المعطر باش تحيد منها نهائيا ديك الرطوبه، وكتولي فيها واحد الريحه واعره كانها يلاه تسبنات. انا هنا غادي ندير كذلك الكوفر ليه.
فضروري كيتنشروا في الشمس باش هكا ما كيبقاش فيهم داك الندى. من بعد كتجمعوهم راه كتبقى فيهم ريحه رائعه. ممكن تستعملوا هاد الخلطه او هاد المعطر هذا اللي زور الغشاوات ديال المخاد، اي حاجه ممكن تستعملوا، حتى الفراش ريحته كتبقى زوينه بزاف بزاف وكتدوم مده طويله. عرفوا دائما ملي كنبغيو نصبنوا الملابس خصنا نفرزوا الابيض واللوان والكحل، يعني كنوليو كنديروا ثلاثه ولا اربعه ديال التصبينات، خصوصا الا كان عندنا يعني الملابس قليله فكنضطروا انا نخليهم حتى كتجمع، اولا كنديروا دوره اللي كيكون فيها ملابس قلال وبالتالي كيكون استهلاك كبير في الطاقه وحتى في الماء. فواحد المنتوج اللي رائع ومجرب كنت سبق لي شاركته معكم وغادي نعاود نشاركه للافاده، لان الاخوات قالوا لي راه ما وضحتيش مزيان وما عرفناش يعني استعمالات ديالو، فغادي نشاركه معكم ان شاء الله. البرودوي هو هذا، هذه هي السميه ديالو اونتي ترانسفير، لا مارك ديال كارفور اكسبير، وكيجي عباره على اوراقات اللي هما هادو كما كتشوفوا، هذا هما الشكل ديالو. طريقه الاستعمال ديالو ساهله، بالنسبه للبري ديالو كيدير 20 درهم، فيه 24 بياسه، يعني غادي يديكم مده طويله. راه كاين بزاف ديال لي مارك، المهم انا جربت غير هاد لا مارك هادي جاتني مزيانه. طريقه الاستعمال غتشوفوها معايا حالا، ما غاديش تحتاجوا نهائيا انكم تعزلوا الالوان، غادي تصبنوا كلشي الالوان واخا يكونوا مخلطين واخا يكونوا معاهم حويجات اللي هما كيطلقوا الكولور، فما غاديش تخافوا نهائيا انهم يطلقوا في بعضياتهم. سبق لي وجربته، واعر واعر صراحه. انا هنا غادي نعمر الغساله ديالي، مساله اخرى حتى هي ما تعمروش الغساله، يعني تلفوا محكي اللي كيستوكيها مزيان، فراه ما غاديش يتصبنوا الحوايج مزيان، ما كيوصلهمش المسحوق، ما كيوصلهمش الماء. دائما الغساله كتعمروها لواحد الحد، واخا تكون يعني كتهز كيلوات اللي هما طالعين، فدائما خليو ليها لي سباس فين هاد فين غادي تدور. هاد التيشيرت هذا كيطلق اللون الاحمر دائما خاصني نصبنو بوحدو، فوليت كنصبنو مع الحوايج كما كتشوفوا، باقي لي سباس الفوق فين نزيد، ولكن ما غاديش نزيد باش هكذا الحوايج كياخذوا حقهم من المسحوق. وبالنسبه للمسحوق حاولوا انكم توليو ديروه مع الحوايج، ما ديروهش في الدرج باش هكذا ما كيخرجش لكم على الجعاب ديال الغساله، ما تيكونش لكم الكركار فيهم، وحتى النتيجه كتكون افضل بالتجربه. بالنسبه للمسحوق هو هذا، راه سبق لي جربته، سبق لي شاركته معكم عفوا. هذوك الحبيبات الصفرين اللي كتشوفوا هذوك ديال الصابون، وكذلك فيه كميه من البيكربونات كيعطي واحد النظافه، وكذلك كيخرج الحوايج كيشعل. ممكن تزيدوا حتى الصابون ديال الريحه، تحكوا واحد المورسو كيخلي فيهم ريحه زوينه. وبالنسبه للكميه ديال المسحوق دائما ديروا نصف الكميه المنصوح بها، مثلا الا قالوا لكم ديروا كوب كامل في الغسله ديروا نتوما غير نص كوب، باش هكذا ما كيتلقش لكم الغبره في الحوايج، ما كتبقاش ديك الغبره البيضاء، وفي نفس الوقت ما كيكشفش الالوان، خصوصا هاد المساحيق هادو اللي ولاو مؤخرا راه كيخرجوا على الالوان. ديروا غير كميه بسيطه. هنايا غادي ندير واحد ورقه اولا جوج على حساب الحوايج اللي عندكم، الا كانت كميه قليله راه غير ورقه كافيه، كان عندكم مثلا الحوايج اللي هما بزاف ملونين كديروا جوج ديال الورقات صافي. وغادي ندور الغساله ديالي عادي صافي. هنايا الغساله سالات التصبين، غادي نوريكم الشكل ديال هذوك الوراق اللي درنا، ها هما هما اللون ديالهم كيفاش كيولي، راه ما كيبقاش بيض كيف ما كان في الاول، شوفوا في شويه ديال الاحمر هنايا، فيه مخلطين فيه الالوان. بالنسبه للون الحقيقي راه كيكون بحال هكا، تيكون بيض ناصع. والتصبينه وخرج كما كتشوفوا الالوان ما خرجوش بعضياتهم، خصوصا هاد التريكو الاحمر، وكيتنقاو بداك المسحوق. بالنسبه للسروال حتى هو خرج كيشعل، ما بقاش فيه نهائيا الطبعه اولا الطبايع ديال الزيت اللي كانوا فيه، فكنتمنى انكم تعتمدوا هاد الطريقه لان فعلا فعلا كتعطي نتيجه اللي هي رائعه. وكنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى الاقتراحات والتدابير اللي شاركت معكم يكونوا عجبوكم. خليتكم على خير، والسلام عليكم.